معانا الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. دكتور خالد، طبعا بنعزي الطواقم الطبيه كلها في وفاه اول طبيب الدكتور احمد اللواح، استاذ ورئيس قسم التحاليل الطبيه بكليه الطب جامعه الازهر. طبعا هذا الخبر يعني احزننا جميعا وبشكل عام، وطبعا الاطباء بشكل خاص والحياه الطبيه كلها. تقدر تكلمنا عن حاله الطبيب الراحل الله يرحمه؟ يعني طبعا يعني خالص تعزينا لاسرته وتعزينا لانفسنا الاول. يعني احنا فقدنا قيمه وقامه علميه كبيره، هو استاذ دكتور احمد رحمه الله، استاذ تحليل طبيه في جامعه الازهر. والحقيقه احنا يمكن تم ابلاغنا عن حاله الدكتور احمد انها حرجه وايجابيه لفيروس كورونا مستجد مساء امس، وفور الابلاغ تم نقله الى مستشفى التضامن في بورسعيد، وكان في يعني غرفة استقبال الحالات الحرجة من قسم الطوارئ تم تجهيز غرفة بجهاز تنفس صناعي وماسك أو سيباب، وكان في استقباله طاقم طبي في مدير مستشفى وأطباء رعاية مركزة وطوارئ وطاقم تدريب مدرب على التعامل مع حالات الكورونا، لأنه مستشفى التضامن مش إحدى المستشفيات المقولة لاستقبال الحالات الاشتباه، ولكنه طبعا كان في حالة حرجة وكان يحتاج لوضعه على جهاز تنفس صناعي، فعلى الفور أقرب مستشفى. والحمد لله كل مستشفيات محافظة بورسعيد مجهزة، لأن طبعا دي أول محافظة فيها تأمين صحي شامل، فتم التعامل مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم، وده طبعا وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة للتعامل مع فيروس كورونا. والحقيقة يمكن ساعات قليلة واستقرت حالته، ثم بعد استقرارها تم نقله لأحد مستشفيات العزل. والحقيقة أصر مدير مستشفى التضامن دكتور مصطفى شعبان بمرافقته في داخل سيارة الإسعاف، ووصل بالفعل لمستشفى العزل وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي وتقديم الخدمة الطبية له. يمكن وقت قليل من مساء أمس تحسنت حالته تحسن ملحوظ، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ في الحالة ووفاته المنية في ساعات متأخرة من مساء أمس رحمه الله. دكتور خالد، الأخبار طبعا والكلام عن الموضوع إنه كان الدكتور أحمد بيدور على عناية مركزة وما كانش لاقي وكان في مشكلة، هل كان في مشكلة في هذا الأمر فعلا؟ لا لا خالص، هو يعني رحمه الله اتكلم أحد زملائه ويعني سأله مجرد سؤال، تنصحني إيه أحسن مكان فيه جهاز تنفس صناعي أو رعاية مركزة متاح ممكن أروحه؟ ده كان سؤال ووجهه المستشفى التضامن، والحقيقة على طول زميله رجع ليه أحد الأطباء والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية في المنيا الدكتور أمير التلواني، وعلى طول هو وجه الحالة لمستشفى التضامن وتواصل مع مدير المستشفى. فده كان مجرد سؤال منه رحمه الله، يعني إيه أحسن مكان ممكن يروحه، لكن يعني بعد طلبه السرير رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي ما استغرقش الوقت قليل جدا لغاية لما جات له سيارة الإسعاف أو تم نقله إلى مستشفى التضامن. وزي ما قلت لحضرتك يعني حتى ما استنيناش ان احنا ننقله المستشفى ابعد، لا احنا نقلناه لاقرب مستشفى فيها رعايه مركزه، ووفرنا الاجراءات الوقائيه في المستشفى دي والتعامل في بروتوكول العلاج، يعني طبعا في محاوله منا لانقاذ حالته. بالفعل هو طب يبدو من كلام حضرتك، وانا مش طبيب طبعا، ان الدكتور احمد جه في مرحله متاخره، لانه المرحله بتاعه ضيق النفس وانه محتاج تنفس صناعي ده معناه انه كان بقاله مده تعبان، ولا انا يعني فاهم غلط؟ ده حقيقي، وهو هو صاحب احد معامل التحاليل في بورسعيد، واخد العدوى من مواطن مصاب اعلن عنه من قبل هندي الجنسيه، هو كان بيجري تحليل عندي في المعمل وتم تشخيصه وتم عمل تحليل له وجاءت نتيجته ايجابيه، لكن هو الحقيقه كان رافض ان هو يتنقل لمستشفيات العزل، وكان يعني في عزل ذاتي في منزله. لما تدهورت الحاله واحتاج جهاز تنفس صناعي فطلب النقل للمستشفى، واحنا استجبنا لده فورا. الله يرحمه طبعا، وشخص عظيم، وحتى احنا قارين البوستات بتاعته اللي كان كاتبها للناس وبيطلب منها ان الناس ما تخرجش من البيت، وان الناس تقعد تقلل حركتها وتاخد بالها من نفسها وتغسل ايديها، وكل النصايح اللي كان بيديها للناس ديت الله يرحمه، كان شخصية عظيمة وطبعا ليه اتباع وليه يعني تلاميذ كتير الله يرحمه.
خالص يعني، التعازي لاسرته والتعازي لانفسنا، يعني ان احنا فقدنا واحد من اذرع الفرق الطبيه اللي بيقدم روحه فداء الوطن.